طبعا هذا اليوم الرابع بعد الافتتاح، وهذه اول بطوله لنا. البطوله الموجوده هي بطوله ربد. الربد عباره عن 10 دقائق وعلى كل نغله 5 ثواني، وفيها كدوره تنشيطيه. طبعا العدد كان عندي يعني قوي وكبير ما شاء الله، بس انا اكتفيت بعدد لاعبين لا يتجاوز ال 26 لاعب. بالاغلب شرفونا اليوم كبطل جمهوريه مصر الكابتن خالد عبد الرازق، وبطل الكويت بدر الهاجري، ولاعب من منتخب الفلبين زلده، وغيرهم اسامي كثيره حتى من منتخب الكويت حتى ما اظلم احد. هذه البطوله الاولى والفعاليه الاولى، واحنا راح نستمر في نظام البطولات على ثلاث انواع: بليتز 3 دقائق، وربد 10 دقائق، وكلاسيك. طبعا البليتز والربد راح تكون بطولتين الى ثلاثه بالشهر، والكلاسيك تكون ثلاث بطولات مقدمه من شركات داعمه لنا، جوائز كبيره. كل هذه تنشيط وفهم لعبه الشطرنج، ونقل وتبادل خبرات فيما بين اللاعبين، وان شاء الله نكون توفقنا في هذه الفكره ونقلنا صوره، وان شاء الله الاحتفالات والجايات اكثر باذن الله.